السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اليوم ان شاء الله غنحضروا جميع مسمن معمر بالبصله والفلافل والشحمه، حشوه اقتصاديه ولذيذه، والعجين كيجي مورق وخفيف. هذا المسمن كيجي راقي في المنظر وحتى في المذاق، نتمنى تجربوه واكيد غادي يعجبكم. فابقوا معايا باش تشوفوا جميع التفاصيل لنجاح هذا المسمن. ما تنساوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. ندوزو دابا نشوفو المقادير وطريقة تحضير هاد المسمن بالشحمة. غنحتاجو في العجين 750 غرام ديال الدقيق أو يد من نوعية جيدة، كيلو لاروب، نص كاس ديال الزيت بلدية، شوية الملح حسب الذوق، والماء دافي للعجين. هنا أنا عندي 500 مليلتر، ولكن غنشوفو، هي المهم خص العجينة تكون رطبة ماشي قاصحة ماشي خفيفة باش يجينا مزيان. والحشوه عندي هنايا الشحمه، ها هي بيضه، عندي هنايا 200 غرام، وجوج فلفلات خضرين، وجوج فلفلات حمرين، وجوج بصلات، وشويه ديال الفرماج احمر. وهنايا عندي 200 غرام ديال الزبده نباتيه للتوريق. وبالنسبه للعطريه غنحتاج البزار، شويه السودانيه، القزبر يابس. اول حاجه غنبدا بها هي العجين، ونخليه ان شاء الله يرتاح، وهاد الحشوه كلها غنطحنها ونتلاقاو ان شاء الله. غندير شويه الملح حسب الذوق، وهاد الزيت النباتيه راه كتلذ بواحد الشكل زوين. نبسبس هاد الدقيق، نبدا نزيد الماء بشويه بشويه، الماء دافي. سمحوا لي فاش قلت لكم ها راه دي زيت بلديه ماشي زيت نباتيه، زيت بلديه، سمحوا لي غير غلط. شويه بشويه وانتم كتجمعوا فيها حتى تجمع مزيان، هذا ندلك ان شاء الله. هنايا انا جمعت العجين وغندلكو على الاقل واحد 5-6 دقائق. نحاول نجمع الجلبات كلهم. شوفوا معايا هنايا دلكات مزيان، شوفوا القوام ديالها، مقاسها مخفيفه. انا ندهن هاد الطويوه ديالتي بالزيت، ندير العجين ديالي، نعاود ندير له الزيت. وغنغطي عليه بالسلوفان ونخليه يرتاح. شحال ما ارتاح غتجينا العجين مزيانه. شوفوا معايا انا هنايا العناصر كلها اللي عندي طحنتها وخليتها رقيقه، وغندوز دابا نشحرها في المقله. غندير جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه يسخنوا، نضيف عليهم البصله، نخليها حتى تشحر وتدبال ليا، تشحر مزيان عاد نضيف عليها الفلافل وهاد الشحمه. لما نزلات ليا البصله دبالت غنضيف الشحمه، الشحمه حتى هي طحنتها، نضيف هاد الفلافل. هاد المرحله غنضيف العطريه حتى يطيب ليا لاباس، حيت في الاول كتبان لك الكميه كبيره، ولكن ملي كطيب وكتنزل كتولي تبان غير شويه. ملح حسب الذوق، غنضيف البزار، غندير غير ربع معالق
بلي بزاف، بغي ندير زيت السودانية، السودانية نص معلقة، والقزبر اليابس غندير معلقة صغيرة عامرة، كيلذذ هاد الحشوة كتجي زوين. صافي ونخليها واحد شوية حتى ميبقاش فيها الماء، طيب وتنشف ليا الحشوة مزيان. هنايا طابت ليا الحشوة، غنضيف ليها القزبر والمهدنوس. شوفوا معايا العجين بعد ما ارتاح، شوفوا كي يولي رطب وزوين. نحاول نديرهم سمنات صغار، ونخليهم يرتاحوا شويه بما بردت لي الحشوه ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشكلوه. حاولوا تطلقوا المسمن رقيق، انا غنطلقوا كله ونقادو هكا على اربعه، عاد نديروا الحشوه ان شاء الله. المهم تكون تلقوه هكا رقيق، والزبدة من الأحسن تكون بحرارة الغرفة باش كتجيكم ساهلة. ما كنبغيش أنا نذوبها ونديرها حيتاش كتبدا تسيح ليا من الجناب هكا، كتبقى قابطة راسها وكتحكمي فيها. غتحاولوا حتى تكملوا المسمن ديالكم كله هكا على اربعه، غتشكلوا في التالي. المهم العجينه ملي كتبقى ترتاح كتجي ساهله دغيا، كتعاونكم تكون مرخوفه. شوفوا معايا دغيا هذا المسمن راه كيجي زوين وراقي في الشكل ديالو واقتصادي. صافي كتكون عندكم الزبده ديجا مطبوخه، ماشي بزاف كتحاول الا جاوبتو على الطريقه راه غادي تبقى هي معايا. بعد ما ارتاحوا كيجيو ساهلين ما كيعذبوكمش. ديروا شويه ديال الحشوه، شويه ديال الفرماج احمر، كنحاول نثبت هاد الجنيبات. صافي وكنجمعهم من هنايا بجوج كندخلهم. شوفوا معايا الطريقه ساهلين، كيجي شكل قليب. من تلقوا المسمنه ديالكم هكا ديروها بحال لي زونج قدامكم. كديروا شويه الحشوه، شويه الفرماج، وانتوما ديروا الحشوه اللي كتعجبكم.
كيماو من الجنب، دخلوا هاد الجنب هكا الجنب الاخر هكا، عطاوها شكل قليب. خديت بيضة كاملة درت معها شوية الصوجة وشوية الخل باش حيد ليا الزفورة. وغنا نزينها بزلجنا البيض. غنبقى حتى نكملهم كلهم. انا دخلتهم الفران ديجا مسخن على 200 درجة فوق لتحت، ودرتهم في التحت ما درتهمش في الوسط. وغنقص دابا الفران 180 درجة باش يطيبوا لي على خاطره. شوفوا معايا الشكل النهائي ديال المسمن بالشحمه اليوم كيفاش جا، كيجي راقي في الشكل وحتى في المذاق. شوفوا معايا كيجي مقرمش ولذيذ وجد اقتصادي في المتناول. انا نحل لكم حيده باش تشوفوها من الداخل، كيجي مقرمش ولذيذ وخفيف. شوفوا معايا الشكل من الداخل طايب. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. وما تنسوش كيف ما ديما دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي، والى فيديو قادم ان شاء الله.